بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح في هذا الفيديو إن شاء الله أسئلة على المقذوفات، وستكون هذه الأسئلة بخلاف أسئلة الكتاب التي شرحناها سابقا في فيديو سابق، سأتركه لكم في عنوانه في صندوق الوصف. لكن هذه الأسئلة، وكما طلب الكثير من الطلبة والطالبات، يريد أسئلة تفوق ومستوى عالي على المقذوفات بزاوية، وسنشرح هنا 6 مسائل إن شاء الله من هذا النوع. لكن في البداية نريد كما تعودنا أن نجمل القوانين وملخصها التي نتحدث بها. طبعا مطلوبة أو المقذوفات يكون بها أسئلة، وهذه الأسئلة تتناول زمن الوصول لأقصى ارتفاع، زمن التحليق، أقصى ارتفاع، والمدى الأفقي، والسرعة العمودية عند ارتفاع معين أو عند زاوية معينة. سنتحدث عن تلك الأمور. في البداية، زمن الوصول لأقصى ارتفاع ويرمز له بالرمز T ويساوي في اي ساين الثيتا. في اي تعني السرعة الابتدائية، وهي سرعة القذف. في ساين جيب الزاوية التي قذف بها على عجلة الجاذبية، إما أن تساوي 9.8 من عشرة أو تساوي 10 في التقريب. زمن التحليق هو نفس زمن أقصى ارتفاع لكن بالضعف. لماذا؟ لأن زمن الوصول لأقصى ارتفاع يساوي زمن الهبوط، وكلاهما معا يسمي زمن التحليق. فزمن التحليق يساوي ضعف زمن الوصول لأقصى ارتفاع، ففقط نفس قانون أقصى ارتفاع، فقط اضربه في 2 لأنه ضعف زمن الوصول لأقصى ارتفاع. أقصى ارتفاع ويرمز له بالH كابيتال ويساوي في اي ساين الثيتا الكل تربيع على 2 جي، وممكن أن تربع في اي تربيع في ساين الثيتا تربيع في المدى الأفقي. R يساوي في اي تربيع ساين 2 الثيتا جي. طبعا ساين 2 ثيتا تساوي، ممكن استبدالها في بعض المسائل بساين 2 2 ساين ثيتا في كوساين الثيتا، حتى نعلم. وسنمر على أسئلة من هذا النوع. السرعة العمودية عند ارتفاع معين، نستخدم معادلات الحركة بتسارع ثابت، ونستخدم المعادلة الثالثة وهي مربع السرعة النهائية العمودية. طبعا في مربع السرعة العمودية، مركبة السرعة العمودية، وهي في اي في ساين الثيتا الكل تربيع ناقص 2 جي في واي، وواي هنا عبارة عن الارتفاع المعطى لديك. ثانيا، السرعة العمودية عند زمن معين، يعني لو هو أعطاك زمن معين، ففي هذه الحالة نستخدم المعادلة الأولى من معادلات التسارع الثابت، وهي في واي اف يساوي، وهي السرعة النهائية العمودية، تساوي في اي في ساين الثيتا ناقص جي تي. طبعا هذه القانون في اي سواء العمودية او العمودية او طبعا الافقي، طبعا الافقية تحدثنا سابقا، مركبة السرعة الافقية في اي او في اكس اف تساوي في اي في كوساين الثيتا، وهنا محصلة السرعة عند زمن معين تساوي في مركبة السرعة الأفقية زائد مربع مركبة السرعة الأفقية زائد مربع مركبة السرعة العمودية حاصل الجذر لهما، تعطي السرعة عند محصلة معينة. طبعا شرحنا سابقا مسائل على هذه الجزئية، وسأترك لكم في صندوق الوصف رابط هذه المسائل. لكن الآن أريد أن أعرج على جزئية سؤال أسئلة خارجية وليست موجودة في الكتاب، وهي أسئلة تفوق وتأتي في الامتحانات الوزارية. في البداية سؤال: قذف مقذوف بحيث كان مداه ثلاثة أضعاف أقصى ارتفاع له، كم مقدار الزاوية التي قذف بها المقذوف؟ نرجع ثانيا: قذف المقذوف بحيث كان مداه ثلاثة أضعاف أقصى ارتفاع له، كم مقدار الزاوية التي قذف بها؟ هنا لابد أن نحول هذه المسألة إلى مسألة رياضية، أو بمعنى لصيغة رياضية. فهو قال لي أن مداه، والمدى يرمز له بالرمز R capital، يساوي ثلاث أضعاف أقصى ارتفاع، وأقصى ارتفاع يرمز بالرمز H. هنا نقوم في الحل بتعويض عن R، ومن ثم نعوض عن H،
نعوض عن قانون R وهو قانون المدى الأفقي، ونعوض عن H وهو أقصى ارتفاع. فهنا قمنا بالتعويض عن R وهي VR تربيع في ساين 2 ثيتا في G، وتنزل الثلاثة وهي ثلاثة أضعاف، ونضع قانون أقصى ارتفاع VR تربيع في ساين ثيتا الكل تربيع على 2 G. هنا نختصر VI تربيع مع VI تربيع والG عجلة الجاذبية مع عجلة الجاذبية، يتبقى لدي ساين 2 ثيتا أو J ضعف الزاوية. رياضيا J ضعف الزاوية يساوي، وهذا الكلام غير مكتوب في الكتاب لكن هو من لاستنتاج قانون أقصى مدى أفقي، يساوي ساين 2 ثيتا رياضيا يساوي 2 ساين الثيتا كوساين الثيتا. طبعا على واحد لأنه اختصرنا احنا العجلة الجاذبية، وهنا ساين 2 ثيتا تربيع على 2. نختصر ساين جي بالزاوية مع جي بالزاوية، لكن هنا جي بالزاوية تربيع يتبقى ساين الثيتا، وهنا يتبقى 2. عند ضرب مقص بمعنى الاثنين في اثنين يكون أربعة، وثلاثة في واحد طبعا نقوم باستبدال، بمعنى الاثنين نضربه في الاثنان ويكون في البسط ويصبح أربعة، والثلاثة تنزل إلى المقام فتصبح ثلاثة، والساين تبقى في البسط والكوساين تنزل في المقام فيصبح ساين الثيتا على كوساين الثيتا تساوي أربعة أتلات. طبعا ساين جيب الزاوية على جيب تمام الزاوية يساوي تان، تان أربعة على ثلاثة. من أجل أن تقوم بإيجاد الزاوية فهنا نقوم في البداية بالآلة الحاسبة نعمل شيفت تان، شيفت تان تظهر لك الإشارة تان سالب واحد، فتستطيع أن تجد الزاوية وتكون في هذه الحالة 53.1 تقريبا 53 درجة. في سؤال آخر، في سؤال آخر، السؤال هنا في هذا السؤال قذف حجر إلى أعلى جدار ارتفاعه H، هذا بسرعة ابتدائية مقدارها 42 متر لكل ثانية وبزاوية 60، فوجد فاصل الحجر النقطة ألف، ألف فوق الجدار بعد مرور 5.5 ثانية، يعني 5.5 ثواني، بعد 5.5 ثواني من القذف جد في بداية ارتفاع الجدار وسرعة اصطدام الحجر عند النقطة ألف وأقصى ارتفاع يصل إليه الحجر. في البداية ارتفاع الجدار هنا نستخدم معادلات الحركة بتسارع ثابت، ومعادلات الحركة بتسارع ثابت تقول أن الاتش وهي المعادلة الثالثة، في المعادلة الثانية اتش، أو نذكركم بها باللغة العربية وهي عبارة عن فا تساوي في وعين واحد في تي ناقص نص جي جيم في زين تربيع. هنا باللغة الإنجليزية اتش وتعني الارتفاع تساوي المركبة الأفقية العمودية وهي في اي ساين الثيتا في الزمن تي ناقص نصف جي في تي مربع الزمن. فنعوض عن في اي 42 ساين الثيتا 60 درجة ضرب الزمن وهو 5.5 ثواني ناقص نصف عجلة الجاذبية 10 والزمن 5.5 ثواني الكل تربيع، فيكون ارتفاع الجدار 52 متر. اثنان يريد سرعة اصطدام الحجر عند النقطة ألف. هنا من أجل أن تأتي في السرعة، لأن هناك هنا لم يصل إلى الأرض، فهنا مركبة أفقية يتحلل إلى مركبة أفقية للسرعة ومركبة عمودية. المركبة الأفقية للسرعة Vx تساوي Vi كوساين الثيتا، Vi 42 وكوساين الزاوية وهي 60 درجة فيكون 21 متر لكل ثانية، وهي المركبة الأفقية. بينما المركبة العمودية نستخدم Vi ساين الثيتا ناقص Gt وهو الزمن، معادلة الحركة بتسارع ثابت المعادلة الأولى وهو 42 في ساين 60 ناقص 10 وهو عجلة الجاذبية في تي 5.5 فيصبح سالب 17.53 متر لكل ثانية. طبعا من أجل أن تجد السرعة محصلة السرعة فنأتي بجدر الجدر لمحصلة جمع التربيع للمركبة الأفقية والمركبة الرأسية، فنجمع
هما ورا مربع، هما مربع 21 تربيع وهي المركبة السرعة الأفقية زائد مربع مركبة السرعة الرأسية ويساوي 27.36 متر لكل ثانية. طبعا يريد أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم، فنستخدم قانون أقصى ارتفاع ونعوض تعويض مباشر، فيكون الجواب لديك 66.5 من 100 من المتر. يركل لاعب كرة بسرعة ابتدائية 19.6 متر لكل ثانية وبزاوية 45 درجة ومع الأفقي، بأي سرعة يجب أن يركض حارس المرمى في تلك اللحظة باتجاه الكرة لالتقاطها قبل أن تصل للأرض إذا كانت تبعد عنه 55 متر؟ أولا نجد زمن التحليق حتى نستطيع أن نستخدمه في إيجاد الحل. لماذا؟ لأننا لو أردنا أن نحسب السرعة لابد أن السرعة ماذا تساوي؟ المسافة على الزمن، وهنا نريد أن نحسب المسافة بينه وبين الكرة عند النزول للأرض ومن ثم زمن التحليق. زمن التحليق يساوي 2 تي ضعف زمن الوصول لأقصى ارتفاع، وهو 2 في اي في ساين ثيتا على جي. عند التعويض بشكل مباشر تجد أن زمن التحليق هو 2.77 ثانية من 100 من الثانية. ثم نجد المدى الأفقي. المدى الأفقي هنا ار في اي تربيع في ساين 2 ثيتا على جي. طبعا في اي تربيع 19.6 تربيع في ساين 2 ضرب 45 على 10. تجد ان المدى 38.38 متر. طبعا كم تبعد عن الحارس؟ نمقص هذه المسافه من ال 55 التي تبعده الكره عن الحارس اثناء الركل، فيتبقى انها تبعد عن الحارس 16.62 متر. كم حتى لا تصل للأرض؟ هذه المسافة التي تبعده فعليا عن تبعد عن الحارس، لأنه هو يريد تذهب بشكل قوسي عند أقصى مدى ومن ثم تتجه للحارس. كم تبقى للحارس؟ 16.62 من 100 من المتر. هنا نقسم سرعة اللاعب V تساوي V على R على T. R هي البعد التي تبعده الكرة بعد النزول على الأرض عن الحارس، وهو 16.62 من 100 متر على زمن التحليق، لأن السرعة تساوي المسافة على الزمن وهو 2.77، فيكون سرعته لابد أن تكون 6 متر لكل ثانية حتى يستطيع التقاط هذه الكرة. طبعا هنا نذكركم هذا سؤال، طبعا هذا سؤال بشكل مباشر. الآن سنعرض أسئلة أخرى، لكن هذا السؤال تحدثنا عنه وهو عبارة عن سؤال بشكل تعويض مباشر في القوانين. قذفت فتاة بالون مملوء بالماء بزاوية قدرها 50 درجة مع الأفقي بسرعة 12 متر لكل ثانية باتجاه سيارة تتقدم نحوه بسرعة منتظمة 8 متر لكل ثانية، فإذا اصطدم البالون السيارة أوجد بعد السيارة عن الفتاة لحظة قذف البالون. طبعا في البداية نأتي بزمن التحليق. كل هذه الأسئلة إذا أردت أن تحسب سرعات أو مسافات أو أبعاد لابد أن تعرف زمن التحليق، خصوصا لو كانت القذف بعملية قذف بالزاوية. فزمن التحليق يساوي 2 في اي في ساين ثيتا على جي، عند حسابه بالآلة الحاسبة يصبح 1.84 من 100 من الثانية. ثم نحسب أقصى مدى. أقصى مدى تستطيع أن تحسبه بأن تحسب الـ Rx في X، وهو عبارة مركبة السرعة الأفقية في زمن التحليق. طبعا في اي المركبة الأفقية في اي في كوساين الثيتا ضرب 2 في تي. طبعا لماذا أين أتينا هذا القانون؟ لأننا نعرف أن السرعة تساوي المسافة على الزمن. لو أردنا أن نأتي بالمسافة فتكون الزمن ضرب السرعة، فهي عبارة عن مركبة الأفقية لأنه كانت بشكل أفقي، ف 12 في كوساين الخمسين زاوية القذف 2 ضرب زمن التحليق، فيجد أن المسافة 14.2 من المتر من 10 من المتر. نجد المسافة التي قطعتها خلال الزمن في هذه اللحظة R تساوي في إكس في زمن التحليق. الزمن 8 ضرب 1.48 14.72 متر. هنا نحسب المسافة الكلية للإطلاق، وهي المسافة
التي قطعتها والمسافة أثناء مسافة السيارة. لأن لماذا؟ لأن نريد هنا أن نحسب. هنا لماذا؟ هناك شغلتين لابد أن تنتبه إليهما. أما السيارة لها سرعة منتظمة كانت تتقدم وليست واقفة، وأما البالون كان مقذوف بسرعة، فلا بد أن تعرف المدى للحالتين، يعني المدى في كلتا الحالتين حتى تصطدم في البالون. وفي هذه الحالة نجمع المدى فيه، يعني بمعنى هنا في البداية نحسب مركبة السرعة الأفقية ضرب زمن التحليق، لكن هنا السرعة المنتظمة تحت السيارة في زمن التحليق، ونجد مسافتين. عند جمع المسافتين تجد أن المسافة التي تبعد عنها السيارة 28.92 من المتر. في نهاية هذا الفيديو، هذه أسئلة سريعة، انتظرونا في فيديو قادم. اكتبوا لنا في التعليقات عن أي مواضيع تريد أن يتم شرحها، ولا تنسوا أن تضعوا زر لايك وأن تنشروا هذه القناة بين أصحابكم وأصدقائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.